Unit 6 الوحدة السادسة Lesson 1 الدرس الأول A healthy lunch وجبة غذائية صحية Work with a partner اعمل مع زميلك Which meal do you think is healthier? أي وجبة باعتقادك هي صحية؟ Why? لماذا؟ وجدان is a nutritionist وجدان هي متخصصة في دراسة الأغذية Read the first part اقرأ الجزء الأول of her talk من حديثها about nutrition عن التغذية and check your ideas وتحقق من أفكارك Which picture shows the healthier lunch? أي صورة تظهر كوجبة غذائية صحية؟ If you guessed picture 2 إذا حزرت إنها الصورة الثانية You're right فجوابك صحيح Why is it better? لماذا إنها الأفضل؟ Well, حسنا First of all أولا This lunch has food from more food groups than the other one. وجبة الغذاء هذه فيها غذاء من أكثر المجموعات الغذائية قياساً إلى الوجبة الأولى. Secondly, ثانياً, the lunch in picture one includes food that can be bad for your health. إن وجبة الغذاء في الصورة الأولى تشمل طعاماً يمكن أن يكون سيئاً لصحتك. Let me talk first about why it is important to eat food from different food groups. دعوني أولا أتحدث عن لماذا من المهم تناول طعام من مختلف مجموعات الأغذية. Our bodies need different things. تحتاج أجسامنا أشياء مختلفة. To grow, لتنمو. And be healthy. وتكون صحية. And they are not all in the same food groups. وهي ليست جميعها من نفس المجموعات الغذائية. The yogurt in picture 2, اللبن الرائب في الصورة الثانية, is from the dairy group. هو من مجموعة منتجات الألبان. Foods made from milk, الأغذية المنتجة من الحليب, and contains calcium. وتحتوي على الكالسيوم We need calcium to have healthy teeth and bones نحن نحتاج إلى الكالسيوم لنبقي أسناننا وعظامنا صحية The chicken in the sandwiches الدجاج في شطيرة الساندويتش contains protein يحوي على البروتين Which gives us الذي يعطينا strong muscles عضلات قوية The salad and apple السلطة والتفاح are from the fruit and vegetable group من الفواكه ومجموعة الخضروات The foods in this group contain vitamins our body needs الطعام في هذه المجموعة يحتوي على الفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا For example مثلا Tomatoes have a lot of vitamin C للطماطم الكثير من فيتامين C Which some doctors think helps you get better الذي يعتقد بعض الأطباء أنه يساعدك لأن تشفى When you are ill عندما تمرض Some teenagers بعض المراهقين Don't get enough fruit and vegetables in their diet. لا يتناولون الفواكه والخضروات بشكل كاف في غذائهم. Try to eat more. حاول أن تتناول منها أكثر. Vegetables taste. تذوق الخضروات. Good if you don't cook them too much. شيء جيد إذا لم تطبخها كثيرا جدا. And fruit and vegetables ثم إن الفواكه والخضروات have a few calories فيها القليل من السعرات الحرارية so they're good for people
لهذا فإنها جيدة للأشخاص who want to stay slim الذين يريدون الحفاظ على رشاقتهم. calories السعرات الحرارية. are the measurement هي قياس. of energy values in foods لقيم الطاقة في الأغذية.